السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن نبتة الغار أو عشبة الغار، وتسمى اسمها العلمي لوريس نوبيليس. من خصائص الغار أنه مهضم ومطهر ومنقي للصدر ومنبه ومدر، لهذا كان نافعا لإزالة انتفاخ البطن وسوء الهضم والنزلة والسهاد والفشل، ويستعمل داخليا لإزالة انفتاح المعدة في شكل نقيع من 4 إلى 6 ورقات ورقات يعني على كوب الماء الساخن، ليشرب 3 مرات في اليوم بعد الأكل. وكذلك الثمار من 5 إلى 10 حبات في لتر من الماء، تغلى قليلا ثم تشرب 2 كوب في اليوم بعد الوجبات، ويستخدم ضمن مجموعة التوابل في تحسين طعم الصلصات والمأكولات. أما خارجيا فيطبخ من 5 إلى 10 أوراق في كوب ماء ساخن لمدة 3 دقائق، تغسل به الجروح، تستعمل كغرغرة لعلاج الحلق والحنجرة والبلعوم، والمرهم المصنوع من زيت ثمار الغار جيد لأوجاع المفاصل دلكا. ويتم صنع هذا المرهم كالآتي. طريقة صنع هذا المرهم أو ما يسمى باللغة الفرنسية بوماد: نأخذ قبطة كبيرة من الأوراق الغضة وكذلك الثمار المسحوقة، وتغمر في زيت الزيتون وتحفظ في الشمس أو مكان دافئ الثمار المسح في مكان دافئ، وذلك قرب المدفأة لمدة 20 يوما، 20 يوم، مع رجها من الحين إلى آخر، مع تحريكها من حين إلى آخر. وبعد ذلك يضرب الكل في الخلاط، يتم خلطه وطحنه في الخلاط، وتصفى بخرقة أو شاش أو زيف كما نسميه في المغرب، ويحفظ الزيت في زجاج معتمة اللون، سوداء اللون، غامقة اللون، بعيدة عن الضوء لوقت الحاجة. وهذا المرهم نافع أيضا للبواسير الريحية والمنتفخة البارزة. كما يدخل زيت الغار في صناعة الصابون الفاخر، وقد يستعمل الغار حمامة لإزالة الإعياء والفشل والسهاد، وذلك بتخمير 400 غرام من الأوراق، تخمر في ماء ساخن لمدة 2 يوم وترمى في ماء الغسل، ويغسل كل الجسم بهذا الماء. ولإزالة بخر الرجل يغسل بماء سلقت فيه قبضة من ثمار الرند لمدة 20 دقيقة في لتر من الماء، ويضاف أوراق الرند لحفظ اللحوم والمأكولات لتحسين طعمها، ويستخدم من أوراق زيت ثابتة عن طريق العصر لصناعة الصابون أو طرد الحشرات. وقال ابن سينا: إن دهن الغار ينفع من أوجاع العصب كلها، ويحلل الإعياء، ويزيل الصداع وطني الأذن والنزالات، ويعيد السمع، ويفيد في ضيق التنفس، ويتخذ من أوراق العوقة بالعسل لقروح الرئة، وخصوصا حبة نافعة جدا، والإكثار من دهنه يغثي ويقيئ، وفيه إضرار للحيض والبول، وطبخ أوراقه ينفع من أوراق المثانة، من أمراض المثانة والرحم، وجلوسا فيه والشرب منه من إسهال. ده درهم 3.5 غرام، يعني 3.5 غرام من الماء، مع الماء عفوا الماء العسل أو السكنجبير، ويستعمل كسيرو. وإذا شرب من قشره 10 غرامات، فتتر حصى متولدة في الكلى والمثانة، ويقتل الجنين لشدة مرارته، فبالتالي يجب تجنبه بالنسبة للمرأة الحامل. وقال ابن جزار: إن الرند نافع من أوجاع الكبد والطحال إذا شرب مع الشرب، ووجع الرياح، ويفتت
ويفتت الحصى في الكلى والحالب، وإذا شرب أرخى المعدة وحرك القيء، وإذا تضمد بورقه نفع لسع الزنابر والنحل، وإذا طبخ ورقه وجلس في ماء طبخه وافع ألم يعالج ألم المثانة والرحم، وإذا استعمل حبه المسحوق مع العسل لعوقا وافق لقروح الرئة. وكذلك زعم ديسقوروديس أن قشر أصل الغار إذا شرب منه فتت الحصى ويقتل الأجنة، ونفع من كانت عليلة ويعمل من حب الغار دهن، وذلك بدق الحب وجعله في قدر، ثم يصب عليه الماء حتى يغمره ويضع في نار هادئة ويغلى حتى يظهر دهنه على سطح الماء، فيرفع الدهن ويحفظ في زجاج معتمة بعيد عن الضوء. ودهن الغار شديد المرارة وحريف أخضر اللون، ومنافعه أنه مفتح للأفواه العروق ومحلل للإعياء، ويوافق كل عصب والقشعريرة والأوجاع الأذن والنزلة والصداع، وينفع من صلابة الجلد والحكة والجلدية والجرب والقبا دهنا، ويقتل الديدان أينما وجدت والقمل والصيبان، وينفع من داء الثعلبة، ويجب أن يدهز به الشعر لمدة خمس ساعات عند الغسل. يجب أن يوضع دقيق الحلبة مخلوطة بالعسل ثم يغسل، ويحذر العلاج به بعد الدهن من كان مزاج رأسه وجملة بدنه حار، والله الشافي العافي. إذن كانت هذه بعض المعلومات حول نبتة الغار أو عشبة الغار. إذا عجبكم هذا الفيديو اضغطوا زر الإعجاب وشاركوا في القناة، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.